الشامي كمان ببارك لك النهارده على الفوز والبطوله، ادائك رائع بالنسبه للبطوله الافريقيه، كمان في بطوله الكاس. الاول عايز اتكلم ازاي بتقدري تحافظي على الاداء والمستوى المميز ده على المستوى الشخصي ليك يا كابتن ايمن؟ هو طبعا بالتمرين كلنا بنتمرن بنفس الطريقه، يمكن احنا بيبقى بادئين بدري قوي عن الفرق الثانيه، بس الجهاز الطبي والفني طبعا بيخلونا دايما قادرين ان احنا نكمل، حتى لو الماتشات طولت بنقدر نكمل الحمد لله. البطوله الرابعه بالنسبه لكم دي بتحملكم عائق كبير جدا، ان انتم مطالبين بكل البطولات القادمه تكون من نصيبكم، لكن قولي لي كاس مصر بيمثل لك ايه بعد ان انتم حققتوا كاس مصر؟ طبعا انا سعيده جدا بيه، لان هو ده يبقى خلصنا كده السيزون، كل البطولات اخذناها، واحنا كنا موعدين الجمهور من السنه اللي فاتت ان احنا نحقق كل البطولات، فالحمد لله احنا اشتغلنا على نفسنا كويس قوي وقدرنا نحقق ده، فالحمد لله الكاس هو اللي كمل لنا يعني الاربع بطولات الحمد لله. متابعين كمان بطوله الرجال ومباراه مباراه، وتابعت المباراه النهائيه ازاي؟ وحابه تقولي ايه لابطال النادي الاهلي بعد حصولهم على البطوله؟ طبعا ببارك لهم وهم يستاهلوا كلهم، وده يعدت النادي الاهلي يعني، والحمد لله ان هم فازوا الحمد لله. الله يبارك فيك، ميرسي جدا.